Anissa, afu ebedi. Naam, tfadhal. Afu ebedi mwen kesyon, si enji mouni embrace Islam, y apre sa yave sete lita, yarek fe swa la. Yarek fe swa la. Sa ve di kin vini da Islam, kos na enji moun, ki apre kin embrace Islam, y fe shahadatan, apre sa yarek fe swa la. Ki son ver dik da Islam. Naam. Hada leysa amalak ant. أنت ليس عملك هذا كافر هذا مبتدع هذا ضال لا هذا ليس عملك أنت. إديوسا يباو تراباي وباس بيدي كلو ساديمون سان كافير بس أبالو سنة وهذا ها عملي أنا أي إنسان يترك الصلاة أخذه إلى المسجد هذا عملي إديو براتيك سي إديمون بافي سوالا إن كتسابان كيكسوز C'est prendre lui amener vers masjid. لأن بعض الناس يريد يرتاح. À cause de la il est relax. يقول هذا كافر. Il dit ça est kafir. وهذا كافر. Ça l'autre là bien kafir. وهذا مبتدع. Il s'en aille vers le sunnah. وهذا لا يصلي. Il s'en aille vers le sunnah. وهذا يشرب الخمر. Il s'en aille vers la coupe. وهذا يسرق. Il s'en aille voler. حتى لا يبقى أحد في المسجد. Est-ce qu'il n'y a pas de personne dans le masjid? لا. أنا دوري أصلح المجتمع. No, more only. More responsibility is faire reform the community. ليس دور الحكم أنا ليس قاضي. About role of a pass magic. ليس لك علاقة فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس عملك. You listen about action or pass magic or banjimon. أنت عملك ترجع للمسجد. و أكشن و تعبي سفيف عند من تنا في المسجد. جارك كافر عملك تدعو للإسلام. إذا جارك كافر عملك تدعو للإسلام. لتجد أن من المسلمين كتو سكي هو أبلي على الإسلام. ليس عملك تخرج الناس وتحكم على الناس تختم. يبا و تعبي و بس في ذكر عند من. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من فولوورز بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هل يزيد او ينقص اسكيزو دوغمانتي او بيزو بيجيمي نعم يزيد او ينقص يزيد اذا لابد نزيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من فولوورز بوفيت محمد اسكيزو دوغمانتي او بين بليس اذا كنا لا نزيد هذا اشاره ومعنى لنا أن هذا ليس الطريق الصحيح لا سي ابي دي سي نو با بي اوغمانتي دي كوميونيتي سا يان سي كي نو با لو بو سي مي احذر احذر عمل القاضي عمل المفتي هذا ليس عملك ان تقول فلان كافر فلان مبتدع يدي نو سا بي بيان كي بان بي دي باس بان بي دي بان جيمون سا اي ترافاي بان زيز بان مفتي عملك انت تصلح المجتمع تبحث عن أي طريقة شرعية لإصلاح المجتمع